محبيها بالملايين وفي مصر زيد عليها ملايين، يعني وصلت نجمة لبنان والعرب السيدة ماجدة الرومي إلى القاهرة تلبية لدعوة خاصة من شركة مدار للاستثمار والتنمية العمرانية لإحياء حفل كبير في ساحة قصر عابدين مساء الخميس المقبل الموافق 25 من أبريل. يعني نخبة من كبار شخصيات مصر السياسية والاقتصادية، رجال الأعمال، سيدات فاضلات، إعلاميات، إعلاميين ونجوم الفن والرياضة، توجه ليهم دعوة خاصة من الشركة المنظمة لحضور هذا الحفل الكبير واللي بتحيي الفنانة اللبنانية الكبيرة بمصاحبة أوركسترا بيقودها الموسيقار العالمي نادر العباسي. قد بلغ عدد المدعوين حوالي 1000 مدعو أكدوا حضورهم في هذه المناسبة الفنية المهمة واللي بتستضيفها مصر. يعني ماجد الرومي الوجه المشرف للبنان صرحت عند وصولها لمطار القاهرة أنها تلبي الدعوة بفرح كبير وسعادة لا توصف، وقالت أنها ليست بحاجة للتأكيد على سعادتها في كل مرة تأتي فيها إلى هذه الأرض المباركة والتي فتحت ذراعيها منذ الأزل لكل من طلبها ودخلها وعاش فيها أو مر أو استقر. وقالت أيضا أننا ندخلها كما في كل مرة آمنين إن شاء الله، وأضافت وصفة مصر إنها بدونها لا وجود لطعم ولا روح لهذه الدنيا، وهي أم الدنيا، لا يمكن إلا أن نزورها باستمرار لنشحن منها طاقتنا الإيجابية وحبنا للحياة، مؤكدة على سعادتها بحفوات الاستقبال التي تعودت عليها من وطن الكرم والضيافة مصر. الزيارة رتبتها وحضرتها شركة مدار، الشركة الراعية للحدث، بتعاون مع شركة برومو فيجن وطبعا الشركة المتحدة لإخراج الحدث على أكمل وجه، واستغرقت عملية الإعداد أكثر من 6 شهور تخللتها زيارات متتالية لفريق عمل السيدة ماجدة الرومي إلى القاهرة للإشراف بدقة على كل خطوات تحضيرها وإعدادها. وبدأت بالتحضير وإجراء البروفات اللازمة مع الفرقة الموسيقية الكبيرة اللي هتصاحبها خلال هذا الحفل، وهتستمر هذه التحضيرات على مدار الأسبوع في دار الأوبرا المصرية حتى موعد الحفل المنتظر. أيضا ستقدم الماجدة في هذا الحفل مجموعة من أغانيها القديمة والتي يحفظها الجمهور وهي في ذاكرة كل محبينها، وأيضا الأغاني الجديدة والتي أطلقت بعضها منذ فترة قصيرة. وسيشهد هذا الحفل ظهور مختلف للسيدة ماجدة الرومي، حيث قام فريق كبير من الفنانين بإعداد ديكورات المسرح وشكل إخراج الحفل بما يتناسب مع عظمة مكان الحفل.